أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة أبعاد عودة عناصر تنظيم القاعدة لشن هجماتهم في محافظة أبيان. عملية إرهابية جديدة في أبيان تخلف 11 قتيلا وأكثر من 10 جرحى من قوات الحزام الأمنية المتواجدين في مقر قيادة النجدة بزنجبار. العملية الجديدة تأتي لتؤكد حضور التنظيم في المحافظة التي سبق لقوات الجيش إعلان تحريرها، لكن الواقع يقول إنه لا تمر فترة وجيزة دون تنفيذ التنظيم لعمليات جديدة، لعل آخرها السيطرة على شاحنات محملة بالأسلحة كانت قادمة من مأرب إلى المقاومة في تعز في حادثة لم تعرف ملابساتها بعد. تكرار هذه العمليات أصبح مثارا للعديد من الأسئلة، فمن حيث التوقيت تأتي هذه العملية بعد إعلان الحكومة يوم أمس تدشين عملية التنمية في المناطق المحررة، وهو ما يستدعي إرساء الأمن أولا، وإلا كيف يمكن تحقيق التنمية في حين يستشري الإرهاب في تخوم العاصمة المؤقتة؟ نتوقف عند هذه الحادثة وتداعياتها لنناقشها في محورين: ما هي الأغراض والأبعاد التي يسعى تنظيم القاعدة لتحقيقها من وراء تكرار هذه العملية؟ وما هي التدابير التي من المفترض بالحكومة الشرعية اتخاذها لتحقيق الأمن في المناطق المحررة؟ الإرهاب يعاود شن ضرباته في أبيان، والنتيجة مقتل 11 عسكريا وإصابة أكثر من 10 آخرين. التفاصيل الواردة أن سيارة هيلوكس يقودها انتحاري استطاعت الوصول إلى مقر قيادة النجدة في زنجبار لتتفجر أمام تجمع للجنود. لم تكن هذه العملية مفاجئة، بل سبقها سيطرة عناصر التنظيم قبل يومين على شاحنات محملة بالأسلحة كانت قادمة من مأرب للمقاومة في تعز إثر حادثة ما تزال ملابساتها غامضة حتى الآن. منذ سنوات وقوات الجيش تقود حربا ضروسا ضد التنظيم في أبيان، ورغم إعلان قوات الجيش في مرات عديدة عن تطهير المحافظة، إلا أن الواقع يقول أن المعركة لم تحسم بعد، فلا تكاد تمر فترة دون تنفيذ عناصر التنظيم لهجمات إرهابية جديدة، وفي كل مرة تطرح علامات استفهام كثيرة حول قدرة تنظيم القاعدة وغياب الفاعلية للأجهزة الأمنية. هذه المرة أيضا ومثل سابقاتها تختلف الرؤى والتحليلات بين من يرجع تكرار الحوادث لتقصير الأجهزة الأمنية وافتقارها لإمكانيات المواجهة الشاملة، وأخرى تربط بين نشاط التنظيم وطبيعة المواجهة مع الانقلابيين التي تقتضي نشاط التنظيم في أوقات معينة، لكن الثابت في كل الرؤى أن تنظيم القاعدة ما يزال ينشط وبوتيرة عالية في تخوم العاصمة المؤقتة عدن، وهو أمر له من الأبعاد السياسية والأمنية الكثير، خصوصا إذا ما تم ربط هذا النشاط بإعلان الحكومة الأخير عن عزمها التوجه نحو إعادة التنمية في المناطق المحررة، ليكون السؤال البديهي: ألا تقتضي إعادة التنمية إحلال الأمن أولا؟ وإلا فما أسهل الحرب عند المتفرجين؟ انضم لنا مشاهدينا الكرام من أبيان مدير شرطة زنجبار المقدم محمد العوبان. أهلا بك سيادة المقدم. سيادة المقدم أنت معي؟ ألو. أهلا بك سيادة المقدم محمد إلى برنامج زوايا الحدث. نعم معك. سيادة المقدم، هل أطلعت أنا في البداية على تفاصيل أو آخر تفاصيل حول العملية الإرهابية التي حصلت في مقر قيادة النجدة بزنجبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نترحم على الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى. ما حصل اليوم في معسكر النجدة ليس بجديد علينا، في ما يقوم به أنصار الشر و المدعومين من عفاش والحوثي. في الساعة 6 صباحا اليوم تم استهداف المعسكر بسيارة هيلوكس كانت تحمل مواد يعني حطب، وقامت باستهداف المعسكر وبعدها غماسيين هجموا على المعسكر، وما حصل الأبيان ليس يعني بالقليل، يعني هذا اللي حصل اليوم احنا متعودين عليه، يعني ما يقوم به من مؤامرة على أبيان، ولكن نحن لهم بالمرصاد، يعني نحن لهم بالمرصاد ولا يثنينا هذا العمل مهما حاولوا على نظرنا وعلى تحرير أبيان، لن نسلم لهم أبيان إلا على قصاصنا.
نعم، لكن يعني هو يعني التساؤل الذي يطرح نفسه الآن، كيف استطاع ناصر التنظيم الوصول إلى مقر قيادة الشرطة أو قيادة الأمن؟ أخي العزيز، نحن يعني مقر الحزام الأمني، نحن يعني قبل 4 أيام أو 5 أيام قمنا بتجميع يعني قوة الحزام الأمني التي كانت هشة، يعني كانت في النقاط، وقمنا بتجميعها إلى معسكر النجدة، ولا زلنا ولا زال المعسكر غير مرمم. صحيح ان المعسكر غير مرمم وان المعسكر لا توجد له حمايه، ولكننا حاولنا بقدر الاستطاع ان نأمن ونجمع ما تبقى من اعتاد الهزام الامني الذي تناصر. نعم، طيب ونحن نجمع يعني نجمع قوه الحزام الامني، حيث قوه الحزام الامني يعني اصبحت هشه واصبح كل يوم تستهدف مجموعه، ولهذا نحن ذهبنا الى التحالف وكلفونا يعني بجمع ما تبقى من الحزام الامني وادخالهم الى معسكر، ولنا من الدخول الى المعسكر يعني 5 أيام لا تتجاوز يعني من 5 أيام منذ دخلنا القوه الى المعسكر. وان صار الشر يعني احسوا بالضغط من ان اذا يعني تكون جيش نظامي يتابع الحزام الامني بانهم لن يقدروا على ابين، ولهذا هم احسوا بالخطوره وهاجموا المعسكر. نعم، طيب بشكل عام الآن كيف يتم تنظيم العملية الأمنية بداخل محافظة أبين حتى نفهم ونعطي المشاهدين صورة حول كيف تتم الأمور ليتضح المشهد؟ نعم، الحزام الأمني كما كان، فإننا الآن حاولنا إلى إعادة ترتيب الحزام الأمني وجمع النقاط واسترجاع النقاط التي تم الانسحاب منها من بعض الأفراد. الحزام الأمني كان لم يتكون من جيش يعني او معسكر، بل كان متكون من يعني شلل وفصائل ونقاط، ولهذا نحن صرينا على ان يكون معسكر وتكون تجمع القوه فيه ويكون تدريب للمعسكر ويطلق عليه معسكر الحزام الامني، تتجمع جميع القوه اليه وجميع العتاد، ولهذا احسوا بالخطوره وهاجم المعسكر. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيادة المقدم محمد العوباني. ينضم لنا مشاهدينا الكرام من عدن باسم فضل الشعبي، رئيس مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام. أهلا بك سيد باسم. أهلا وسهلا، حياك الله سيد باسم. في البداية، كيف تقرأ عودة نشاط التنظيم تحديدا من حيث دلالات التوقيت؟ في الحقيقة يعني وسائل الإعلام والناشطين حذروا الحكومة اليمنية من تحركات تنظيم القاعدة في محافظة أبين منذ وقت مبكر، تقريبا من حوالي 3 أشهر من الآن، وكانت هذه التحذيرات الهدف منها دفع الحكومة اليمنية إلى إعداد قوة عسكرية والدفع بها إلى أبين لمحاولة لمنع تنظيم القاعدة من السيطرة للمرة الثالثة على مدينة زنجبار وعلى أبين بالكامل. هناك كما يبدو توجهات لدى هذه الجماعة في كل مرحلة وفي كل تحول سياسي يحدث في البلاد تندفع هذه الجماعة للسيطرة على محافظة أبين، وهي المنفذ الشرقي لعدن، وهي من أهم المنافذ إلى مدينة عدن، وبالتالي وجود تنظيم القاعدة في هذه المحافظة يهدد الاستقرار بشكل كبير في العاصمة المؤقتة عدن. وأعتقد أن هذه العملية تأتي في سياق يريد تنظيم القاعدة أن يعلن عن نفسه بأنه ما زال متواجد في محافظة أبين، سواء كان عبارة عن خلايا نايمة أو مجاميع تتواجد في أطراف مدن أبين، لكنه في الحقيقة متواجد، والحكومة كما يبدو لم تستطع إلى الآن تنظيم نفسها بشكل جيد للقضاء على هذا التنظيم ودحره إلى خارج أبين، أو على الأقل تشتيته بشكل كبير جدا، أمر الذي يؤدي إلى إضعافه بتنفيذ عمليات من هذا النوع. بالتالي استهداف الحزام الأمني له دلالة كبيرة جدا، كون الحزام الأمني لعب دورا كبيرا خلال الشهرين الماضيين في حماية أبين من تنظيم القاعدة، ويعني قاد معركة كبيرة في مديرية لودر، واستطاع وتمكن من أن يطرد عناصر التنظيم من مديرية لودر، وكما يبدو هذه هي عملية انتقام من قبل التنظيم للحزام الأمني، وهو الجهاز الأمني المتشكل حديثا بعد يعني الحرب 2015، وهو مدعوم ويتم الإشراف عليه من قبل التحالف العربي مباشرة. وأعتقد يعني هذا الاستهداف هو يؤكد بأن
الجماعة ما تزال تتحدى بشكل صارخ كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة، وبنفس الوقت أيضا أقبل الإعلان عن خطة التنمية من قبل الحكومة اليمنية والانتقال إلى مرحلة البناء في اليمن الاتحادي. أعتقد أن هذه أيضا رسالة كبيرة للحكومة اليمنية بأنها سوف تواجه تحديات كبيرة من هذا النوع، وعلى صعيد أصعدة مختلفة أبرزها التنظيمات الإرهابية المتواجدة في عدد من المناطق لا سيما في محافظة أبين. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا السيد باسم. أعود إلى السيد أو سيادة المقدم محمد العوبان. سيادة المقدم، هناك اتهامات كبيرة بالتقصير من قبل الأجهزة الأمنية، برأيك هل هناك إمكانية لوضع خطة استراتيجية أفضل لمحاولة تأمين المناطق في أبين ومحاولة معالجة الاختلالات الأمنية الموجودة بشكل أنجع مما هي عليه الآن؟ نعم أخي العزيز، لدينا خطة أمنية وهي ما أزعجتهم وجعلتهم معني يجهزوا السيارات المفخخة والانتحاريين، وهي الخطة لدينا خطة عديناها، ونحن الآن بدأنا بترتيب الحزام الأمني من جديد في منطقة خنفر ومنطقة زنجبار، وهذه الخطة هي التي أزعجتهم عندما سحبنا بعض النقاط وقمنا بتجميع قوة الحزام الأمني في معسكرات وأعدنا هيكلتها وترتيبها وتدريبها. ولدينا الآن خطة وسوف ننتقل إلى المنطقة الوسطى. ما فعل اليوم وما حصل اليوم لن يثنينا عن مع عن عملنا وعن الدفاع عن محافظة أبين، ونقول أن هؤلاء يعني منتهين، وهذا إنما هي حرب إعلان، وأن القاعدة منتهية ولا يتبقى منهم إلا الشراذم وال... طيب كسؤال أخير سيادة المقدم، هل لديكم الإمكانات يعني العسكرية الأمنية الكافية، أتحدث عن ناحية الأجهزة أو ما شابه الدعم اللوجستي، هل لديكم ما يكفي لمواجهة الاختلالات الأمنية الحاصلة، عمل خطة استراتيجية طويلة الأمد؟ نعم لدينا أجهزة، لدينا عتاد، لدينا يعني نحن قاومناهم منذ في 2011 وهم يمتلكوا الدبابات والمدفعية، ونحن لا نمتلك إلا السيارات الخاصة، ما بالك اليوم نحن نمتلك المدرعات ونمتلك الأطغم ونمتلك العتاد. ونقول لك ان القاعده في خاصه ابين نعم منتهيه، ولا توجد الا شلل يعني لا تستطيع ان يسيطر على اي معسكر، وانما يستخدموا يعني ياتوا لك برجل يريد يموت يعني لا يعني يقدر يحتلوا اي مكان. نعم يعني حاليا في محافظه ابين في خاصه زنجبار وخنفر التي تم فيها اعاده البناء الحزام الامني وهيكلته وتدريبه لن يستطيعون يعني السيطره على شبر من هذا المديرتين. إذن المقدم محمد العوبان مدير شرطة زنجبار كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى السيد باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام. سيد باسم، يعني الحكومة أعلنت أمس عن بدء مرحلة جديدة لأسمتها مرحلة التنمية، كيف يمكن أن تتم التنمية وفي المقابل لا يزال تنظيم القاعدة ينشط على تخوم العاصمة المؤقتة، برأيك سيد باسم؟ نعم، لا تستطيع أن تواجه التنظيمات الإرهابية ولا تستطيع أن تواجه الأسباب التي أنتجت الإرهاب في اليمن. لو عدنا إلى جذور الإرهاب في اليمن سنجده هو الفقر، البطالة، الإطفاء، كل هذه المسببات التي أنتجت الإرهاب اللي هو عبارة عن نتيجة لكل هذه الأسباب الاجتماعية. سببها عدم وجود التنمية في الحقيقة، عدم وجود التنمية، عدم وصول التنمية إلى الأحياء والمديريات ومناطق الفقيرة في اليمن، الأمر الذي سهل لهذا التنظيم الذي يعني يتم استخدامه من قبل قوى سياسية مختلفة يعني يرباك المشهد وبالتالي إقلاق الوضع والأمن في البلد. يتم استخدامه وهو يتم استخدام الشباب العاطل عن العمل، الشباب الفقير، الشباب المهمش، وبالتالي معالجة هذه الأسباب من خلال خطة تنموية شاملة من قبل الحكومة أعتقد أنه هو العلاج الشافي وضمن استراتيجية بعيدة المدى، هو العلاج الناجع لحلحلة كافة هذه المشاكل الاجتماعية الموجودة في البلد، وبالتالي يؤدي إلى القضاء على هذه الظاهرة الاجتماعية التي أنتجت فعلا يعني تشوهات سياسية
في يعني المشهد السياسي بشكل عام، وهددت الملاحة الدولية وهددت الاستقرار في البلد، لا سيما في عدن التي تصبح الآن مهددة من قبل الجماعات الإرهابية المتواجدة في أبين، وأيضا على البحر العربي وخليج عدن، هو النقطة الهامة جدا. أبين تقع على البحر العربي وعلى خليج عدن، وبالتالي هذه المنطقة حساسة ومهمة جدا، تمر أيضا عبرها سفن كبيرة جدا، وتنقل عبرها تجارة وبضائع كبيرة جدا إلى مختلف أنحاء العالم. هذه المنطقة حساسة بشكل كبير جدا. الحكومة اليمنية أعتقد أنها وضعت يدها الآن على الداء، على الأسباب الحقيقية لتفشي هذه الظاهرة، وبالتالي هي ستحاول من خلال العملية التنموية بعيدة المدى الاستراتيجية وخطة بعيدة المدى، ربما تكون التنمية يعني 2030-2040، ستصل في مرحلة متقدمة إذا ما كانت هذه الخطة يعني حقيقية وهناك نوايا صادقة من قبل الحكومة. أعتقد أنها سنحتاج بعض الوقت إلى إصلاح كافة الشروخ الاجتماعية ومعالجة كل القضايا والأسباب التي أنتجت هذه الظاهرة، ظاهرة الإرهاب. الآن في الوقت الحالي نحتاج إلى قوة أمنية وعسكرية تتحرك صوب محافظة أبين لتأمينها من السقوط للمرة الثالثة في يد تنظيم القاعدة، ومحاولة أيضا تنظيف المدينة ومحاصرة البؤر والخلايا النائمة داخل زنجبار ولودر وقعار ومناطق مختلفة في أبين، وبتعاون أبناء أبين الذين بذلوا جهود كبيرة جدا في محاربة التنظيم من 2011 حتى اليوم. إذا أشكرك أستاذ باسم فضل الشعبي، رئيس مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. ينضم لنا الآن من الرياض مشاهدينا الكرام عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات. أستاذ محمد عبد السلام، يعني التنظيم يعاود ضربات الإرهابية في أبين، برأيك ما هي الاستراتيجية التي وفقا لها يتحرك أو تتحرك عناصر تنظيم القاعدة في هذه المناطق؟ معروف أن تنظيم القاعدة دائما ينشط حينما تكون الدولة ضعيفة والسلطات المركزية ضعيفة، ويبدو أن الأحداث التي حصلت في عدن هزت من قدرات الدولة، واضح جدا حتى من هيبتها في بعض المحافظات، وبالتالي وجدها ربما تنظيم القاعدة فرصة ليعزز مكانته في محافظة أبين القريبة من محافظة عدن. وأيضا هناك أسباب أخرى تتعلق ب تقدم قوات الجيش الوطني في مناطق الساحل، هناك استغلال كبير جدا، خاصة وأن كثير من الوحدات العسكرية المنتمية لهذه المحافظة محافظة أبين توجد تقاتل الحوثيين في محافظات الساحل، في مناطق الساحل بالذات في الخوخة، وهناك يبدو أن هناك استغلال لهذا الفراغ الذي حاصل في المحافظة. نعم، طيب الآن يعني هناك تساؤل عن الأهداف التي يسعى تنظيم القاعدة لتحقيقها وراء هذه الهجمات، خاصة أنها هجمات متقطعة، يعني هناك تساؤل لماذا لا يكون التواجد دائم مثلا أو محاولة التواجد دائمة، بينما تكون العمليات متقطعة طول فترة أو كل فترة وأخرى. من الواضح جدا أن سلطات الدولة في محافظة أبين يعني ليست لديها القدرات سواء الاستخباراتية والمعلوماتية بالذات، وليست لديها القدرات العسكرية كجيش منضبط ومنظم، وليس لها القدرات التسليح، يبدو واضح جدا، وهذا الأمر أيضا استفاد منه تنظيم القاعدة. وطبيعي من الطبيعي جدا أن التنظيم ربما حصل على دعم غير مباشر من قبل الانقلابيين خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك تهديدات واضحة من قبل جماعة الانقلابيين بقيادة عبد الملك الحوثي وعلى عبد الله صالح، وهذه التهديدات يبدو أن لها علاقة بنشاط تنظيم القاعدة. ودعني أقول لك أمرا وهو مهم جدا، أن نشاط تنظيم القاعدة عاد إلى محافظة أبين بعد هروب كبير لكثير من القيادات التنظيم الموجودة في السجون المركزية في صنعاء وفي إب، هذا يدل دلالة قاطعة أنهم اتجهوا إلى هذه المحافظة وقاموا بتنشيط إعادة الدماء ل مثل من تقصد يعني سيد عبد السلام؟ وحدة القاعدة التي تقاتل التي كانت تقاتل وأضعفت خلال الفترة الماضية. يعني أنت تتحدث الآن عن عدد من القيادات خرجت من داخل السجن المركزي بصنعاء، مثل من تقصد؟
طبعا لم يعرف الاسماء حقيقه، لكن المعلومات دقيقه جدا، وربما وصلت للتحالف ووصلت ايضا لمجلس الامن خلال الفتره الماضيه ان هناك قيادات من تنظيمه القاعده او معتقلين محبوسين على ذمه الانتماء لتنظيم القاعده فروا من السجون في العاصمه صنعاء ومحافظات اخرى. وهذا الامر يعني كان متوقع حصول نشاط لتنظيم القاعده في اي مكان بعد الفرار. وايضا ربما يعني يتهم كثير من اعمال الاغتيال خلال الفتره الاخيره ان يكون لها دور هذه الايادي التي فرت من السجون. طيب برايك انت، او الفرار عفوا تفضل. الفرار من السجون لم يتم بسهوله، انما الفرار من السجون تم بتسهيلات واضحه جدا من قبل الانقلابيين. نعم، طيب الان يعني الحديث عن ان الانقلابيين يقومون ب يعني بشكل او باخر بتنسيق خروج هؤلاء المساجين، قد يكون معرض الحديث في وقت اخر ربما، لانه ليست هناك معلومات كافيه كما تحدثت انت على هذا الموضوع، لكن الان هناك حكومه شرعيه متواجده، هناك مناطق محرره، انت كيف تقيم او تنظر الى التعامل الحكومي تجاه نشاط التنظيم؟ طبعا انا سرد لك بعض الاسباب الان عن سبب عوده نشاط تنظيم القاعده، وهي تظل السيناريوهات محتمله، وهناك الكثير ربما قد لا نذكره في واقع الاحتمال، لكن من الواضح جدا ان او دعني اعيد سرد الاسباب، يعني ان حاله الضعف التي ظهرت في الدوله بعد الاحداث اللي حصلت في عدن بالذات تمرد على رئيس الجمهورية في المطار، هذا أثر تأثير كبير جدا، ما شجع تنظيم القاعدة أيضا للعمل، وأيضا فرار هؤلاء السجناء، أيضا الحصول على دعم غير مباشر من قبل الانقلابيين من خلال المعلومات، طبعا معلومات استخباراتية حصلتها تنظيم القاعدة، كما حصل مع صفقة الأسلحة التي أراد الجيش الوطني تعزيزها لوحدات الجيش في أبيان في عفوا في تعز، ونظرا لان هناك تقطعات من قبل فصائل محسوبه على الشرعيه ايضا في بعض المناطق، لكن في الاخير ذهبت هذا السلاح الى هذه الجماعات، وهذا كله لم يحصل الا بواسطه معلومات ودعم لوجستي واضح جدا من قبل الانقلابيين لهذا التنظيم. ثالثا التسليح والمعلومات المخابراتية يبدو أنها ضعيفة عند الجيش الوطني في أبيان، وأيضا وحدات الجيش الوطني هي تقاتل أيضا في الساحل التهامي، بمعنى أن هناك فراغ في أبيان بالأساس، وهذا الفراغ استغلته تنظيم القاعدة. هذه الأسباب الرئيسية بالنسبة للشرعية الآن في الوضع الحالي، هي تحتاج أيضا لعودة دائرة الحرب على الإرهاب في هذه المنطقة، مثلها مثل ما حصلت في 2011 و2013 ومع بعد ذلك، تحتاج إلى وحدات مدربة تدخل ميدان المعركة وتخرج هذه الجماعات، كون هذه الجماعات لن تستطيع أن تستقر في هذه المحافظة، وإنما هي وحدات تقوم بالسيطرة على بعض المباني وبعض المناطق وتخرج بسهولة جدا إذا ما كان هناك قوة تلاحقها، وإذا وجدت فراغ هي تستقر. طيب الآن ما هي الإمكانات أو ما هو المتاح بالنسبة للحكومة الشرعية لعمل لمحاولة تلافي المزيد من يعني النزيف، سواء من قبل المواطنين أو من قبل حتى الجنود، لأن نحن نشاهد استهداف كبير لجنود وعساكر وقوات أمن على كافة التراب اليمني، كيف يمكن أن تقوم بتدابير وقائية أو تحاول معالجة الاختلالات الحاصلة بحسب ما هو متاح من وجهة نظرك؟ يعني ليس أمام الحكومة الشرعية إلا أن تفتح لها جبهة جديدة مع تنظيم القاعدة وتطاردهم من جديد بوحدات عسكريه سواء من عدن او محافظات اخرى يتم دعمها. وانا اعتقد ان المساله ايضا لها علاقه بالاحداث، واعتقد ان هذه المعركه لن تكون سهله اذا يعني انسحبت وحدات من اماكن هي تعطي فراغ ايضا للانقلابيين، ولكن اذا في هناك ترتيبات جاريه للاجهزه الامنيه، إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية لمحافظة أبيان تتولى مهمة مكافحة الإرهاب سيكون أفضل بكثير من إدخال وحدات الجيش. إذا أشكرك عبد السلام محمد، رئيس مركز أبعاد للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض.
كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل ماهر أبو المجد منتج الحلقة كما هي من الطاقم الفني. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.